خلاص هو حلو، هذا حاول اللي تجربة هي قياس نقطة الوميض للمشتقات النفطية. بالنسبة لنا غدا نستخدم مقياس كليفلاند للمشتقات النفطية الثقيلة اللي هو زيت الغاز الثقيل وزيت الغاز الخفيف. كليفلاند اللي هو الكأس المفتوح. نجيب نموذج ونحطه بهذا الكأس، اكو حز وعلامة نحطه لحد العلامة، وندخل المحرار ونسلط عليه لهبة. لما يبدي عندنا النموذج يبدي يسخن يطلع البخار، فاللهبة موجودة، فبالبداية حتصير مثل الومبا يشتعل ينطفي، فأسجل ايش قد درجة الحرارة لما صارت الومبا. أستمر بالتجربة إلى أن تصير عندي عملية الاشتعال، يشتعل سطح النموذج. لما يشتعل سطح النموذج أرفع المحرار للأعلى وأغلق سطح النموذج، أغلق الكأس من فوق على ود ما أخليه أنه يستمر بالاشتعال. عندنا النموذج كنا هنا زيت الغاز الخفيف وزيت الغاز الثقيل، لهذا استخدم كليفلاند. اما اذا عندنا مشتقات نفطيه خفيفه استخدم مقياس ايبل ومقياس بنسكي مارتينز. نقطه الوميض، فائده تحديد نقطه الوميض وذلك لتحديد الظروف الملائمه للخزن. فاي مشتق نفطي مفروض انه يكون معلوم نقطه الوميض عند خزنه لكي لا يصل الى الدرجه الحراريه اللي يوصلها نقطه الوميض.